على طريقة وكيفية إلغاء فعل الأشخاص، قم بالضغط هنا. بعدها سوف نقوم بالضغط هنا، من ثم سوف نقوم بنزول إلى الأسفل والضغط هنا على وضع رقبة الوالدين. من ثم سوف نقوم بإدخال كلمة المرور. بعدها سوف نقوم بنزول إلى الأسفل والضغط هنا على الأشخاص. بهذه الطريقة نكون قد قمنا بتفعيل إلغاء تفعيل الأشخاص، وهكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة، ونراكم في فيديوهات القادمة إن شاء الله.